بمناسبة ليفربول والسيتي دلوقتي، ليفربول كلوب هم كانوا اتنين بيتكلموا على سبع سنين، سبع سنة بتاعت كلوب. كلوب عنده عقدة اسمها عقدة السبع سنين، ايوه، او السابع سنة. كلوب مع ماينز سابع سنة نزل بيهم درجة ثالثة تانية، سابع سنة مع دورتموند فنش بيهم سابع، خسر من فولسبورغ في نهائي كأس ألمانيا، وخسر من يوفنتوس في تشامبيونز ليج في النوك اوت 3-0 على أرضه. فده راجل من كتر الانتنسيتي اللي بيديها، ومن كتر ما طريقة لعبه كلها ضغط، وكلها اللعيبة بتيجي على السنة الرابعة الخامسة بترهق ذهنيا، وهو ما عندوش النو هاو ازاي اعمل روتيشن. عمر ما كان عنده دقة قوية في أي فرقة مسكها، دايما بيعتمد على 11 13 لعيب، ما عندوش ازاي يجيب. يعني بعكس سيتي، السيتي طلع سانيه جاب جريليتش، طلع مشى خيسوس وستيرلينج جاب هالاند وجاب الفاريز. في فيجن لقدام، في كل شويه ابجريد للفريق. يعني معلش سامي ياخد من كلامك، انا اسف مقاطعه، كلام سامي بتفق معاه. وكمان الغريب ان واحد ده بيتضرب بيه المثل في نجاحات اللي عملها سامي في الـ في الـ في الـ في, في ليفربول السنوات الاخيره، بان هو ملك ال1 تو 1 سايكولوجي، ان هو قادر يتعامل مع كل لاعب نفسيا كويس. طيب التخطيط طبعا سامي عنده حق فيه، انه ما فيش رؤيه بعيده او رؤيه، لكن انت كنت قادر تطلع من كل لعيب احسن حاجه. يعني كان افضل، يمكن افضل من جوارديولا في الحته دي. هو بيعرف يطلع من لعيب نفسيا، يعني فكره ال1 تو 1 سايكولوجي، انا عارف نفسيه صلاح عامله ازاي، عارف ماني يتعامل معاه ازاي، فيرمينيو، جميع اللعيبه، ودايما بيبقوا عايزين يدوا له كل حاجه. عنده ميزه كمان، هو ما بيجيبش لعيبه غاليه، معلش قطع، ما بيجيبش لعيبه غاليه، بيجيب واحد زي روبرتسون وارنولد ما كانش حد يعرفهم، عمل منهم حاجه. غير جوارديولا كان جايب من مندي ب 60 مليون، ووكر ب 60 مليون، جاب نونز السنه دي بسعر كبير جدا. اول مره يكسبه، وعمل مشكله. انا في رايي انه عمل مشكله لنونز، انه نونز غصب عنه اتحط تحت ضغط المقارنه بهالاند، انه اثنين لعيبه جايين في نفس التوقيت، جاب اغلى منه، مع احترامي لنونز، جاب اغلى منه، فانت المفروض دلوقتي تبقى احسن من هالاند. مع احترامي لنونز يا كريم، يعني فيرمينيو من سنتين قد نونز 10 مرات. بس انا مش عايز اظلم نونز في حاجه، ده دخل ما حدش قارنه بهالاند. يعني هالاند ده في حته لوحده خالص. شنوز دخل البريمير ليج، الفرقه نفسها بتاعت ليفربول مش في احسن احوالها كلها، وانت المفروض مطالب من او طالب من نونيز انه يقدم افضل حاجه. رغم ان نونيز لما انت تشوف مبارياته قبل كده مع الفرقه اللي اشتغل معاها، لا هو مهاجم بروميسنج جدا. طبعا بروميسنج، بس انا عندي جزء في حته ليفربول عامه السنه دي بوجهه نظري. يعني عارف لما يبقى بتكلم اقول حاجه كده كرويه، يعني عارف لما الضرب يبقى جاي لك من ناحيتين، من وينج، من ناحيه ماني على صلاح، فجاه لقيت انت مش ملاحق. لا، ماني كان بيلم ورا، الباك بيبقى ماسكه، السنتر باك قافل، الواحد من الديفندر قافل عليهم، مفضي لصلاح، في واخدين عين ماني، ثلاثه ماسكين في مساحه لصلاح انه يشتغل. دلوقتي مفيش كواليتي اللعيب اللي يريح صلاح. دياز اخر واحد يمسكه، اي مين، يوتا هو اقرب واحد للثلاثه اللي كانوا خطر، اللي هو ماني وفيرمينيو وصلاح. بس دلوقتي صلاح بقى كله متركز عليه، صح، فما فيش بالانس. دي نقطه مهمه طبعا، ماني اثر جدا جدا. طيب.